إذن سعيد بتواجدي في مؤسسة التفتح الفني لمديرية مكناس. كنوقفوا اليوم على واحد المجهودات جبارة اللي كنوقفوا عليها بنات وأولاد في مستوى عالي من الاندماج في المجتمع ديالهم، إمكانيات فنية ورياضية، تميز الحقيقة سعداء وبداية موفقة وتميز للمديرية ونسائها ورجالها وطاقمها التربوي. إذن كل السعادة وكل التقدير وتحياتي للأسر اللي في حقيقة هي تواكب هذه العمليات التربوية، وكذلك الجمعيات اللي بلا بها ربما لما رأينا ما رأيناه في هذا الحفل الشيق. إذن جهة فاس مكناس وكعادتها كانت متميزة الحمد لله، يعني فخورون بالرتبة الخامسة اللي توصلنا بها، وكنبقاو من أكبر الأكاديميات على المستوى الوطني لحقوا نتائج معدلات مرتفعة، كذلك على أساس أن أكثر من 52% من الحاصلين على البكالوريا هم حاصلين على البكالوريا بميزة، وهذا يشرفنا. مدينة مكناس كانت لها في حقيقة تألق، على أساس كانت عندها أعلى مستوى أعلى نتيجة بكالوريا بالنسبة للجهة، وكذلك كان عندها تلميذ معاق اللي حصل على معدل 13.50، واللي تشرفنا قبل البارحة مع السيد الوزير بتكريمه على المستوى المركزي في الوزارة. كلمة الناجحين أتمنى لهم مستقبل زاهر، مشوار دراسي وحياة شخصية مزدهرة، كنتمنى لهم المزيد من العمل، وإن شاء الله غادي يكونوا بالتوفيق ومستقبلهم إن شاء الله غادي يكون زاهر بحول الله. الاسم القندوسي كريمة، الجمعية المغربية للأطفال ثلاثي الصبري 21، كوتش سبورتيف والحسي الحركي. في هذه الجمعية تتواجد في طريق الحاج قدور سنتر الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ثلاثي الصبري 21. شفنا المشاركة تاع مجموعة الوليدات اللي عندهم أطفال مارس، يعني مشاركة دولية في هذا اللقاء. نعم، احنا كجمعية كنا نعملوا على أول حاجة كنركزوا عليها وهي الحس الحركي، لا بسيكومتريسيتي، دونك توت كي بسيكو كوربوريل، باسكو سي بيرسون لا يزون بوزوان كون ترافاي لور كار بور كيل دون بلوس، دونك بيسكو كنديروا لهم لا بسيكومتريسيتي لا بروميير فوا، أبخي كنوريونتيهم سا ديبون دو لور كاباسيتي فيزيك على الرياضات المختلفة اللي كتواجد عندنا في المركز، بحيث حنا كجمعية كنتميو للأولمبيات الخاص المغربي اللي كترأسو لاله الشريفة سمية الوزاني. دونك حنا عندنا عدة رياضات، عندنا ألعاب القوى بمختلف أصنافها، في الجري، في القفز الطولي، القفز العلوي، وكذلك عندنا رمي الجلة، وعندي بوتشي، وعندنا كذلك الجيمناستيك ارتستيك وريتميك، عندنا أوسي الميني فوت، وعندنا كذلك الباسكت. دونك هاد نحاولوا هادو سي دي جو
adaptatif pour les personnes en déficience mentale. Donc عندي عدة الحمد لله أبطال منهم أبطال في الجمباز الفني أبطال في الجمباز الإيقاعي خذوا ميداليات ذهبية في الألعاب الجهوية والألعاب الوطنية. عندي كذلك مشاركات خارج المغرب الحمد لله في برشلونة توجوا عدة أبطال في الألعاب القوى منهم البنت اللي شتو أميبة عندها 4 ميداليات ذهبية في التناوب وفي الجري وفي القفز الطولي. المشاركة ديالكم في هذا الملتقى هذا احنا كجمعية عندنا أطفال الدمج في الأقسام الدمج عندنا وليدات يمشيوا لبنو عاشر وانا الحمد لله واحد الجمعية لجلسة جات المناسبة باش نشكروها وهي جمعية ديال تلاميذات بول فالوري كانوا داروا تمايا واحد القاعة الرياضية لهاد الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة أميت 21 مع الأستاذ الأكرمين كانوا داروا واحد المدير ديال المؤسسة وديرين سال تمايا انا تنديبلاصه تما ومعايا انا بصفتي تقنيه في الجيم جونباز الايقاعي والفني كذلك مامبر سبيسيال كنخدم مع سبيسيال اولمبيك دونك تنمشي لتما تندرب الوليدات دونك تنعلمهم شويه تما تنخدموا الحسي الحركي وتنخدم الرياضه داخل القاعه الشيء اللي عطاني بطلات في هذا المجال الحمد لله. وهادو غير شفتي غير نخبه صغيره لانهم طالبونا ما نجيبوش كل شيء مي تبارك الله كنركز انا بزاف عليهم على هذا لان الثلاثي السبغي معروف عليهم انهم عندهم واحد النوع من لا سوبليس وانا كنستغل هاد لا سوبليس وكنخدمها باش ان شاء الله يكونوا في المستوى الحمد لله. عندي كوتش سبورتيف اوسي عندي وانا الصباح عندي المهدي عندي اميبا عندي سكينه العلبي عندي وجدتهم ك يقطوا لا غوليف مورايا كيديروا لي شوفمو كيدربوا الوليدات الصغار دونك علاش لا وهو شعار اولمبيات الخاص ما كيفهم المعاق غير المعاق وزيد كاين واحد الشعار كنمشيو عليه ودعني اشارك فان لم استطع دعني اكون شجاعا في المحاوله دونك انا ما كنحفتح لهم المجال باش يعطيو اكثر ويمشيو معايا في هذا المجال. شكرا. العفو استاذ وشكرا لكم انتم على التغطيه وتخرجوا هاد الابطال الوشود لحقاش للاسف بقى جهتنا حنايا شويه كاين واحد العزف على هاد الوليدات ما كيدمجوهمش بزاف والحمد لله هذه فرصه جات باش يبانوا وتبان عده رياضات عندهم واحد طاقه جسديه الا استطعنا نستثمروها في المجال الرياضي غنمشيو بعيد. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.